للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشان السوري الاستاذ ياسر النجار. استاذ ياسر، بدايه مرحبا بك. تظاهرات ضد اللجنه الدستوريه في المناطق التي تقع تحت سيطره المعارضه، كيف تقرا هذه التظاهرات؟ مساء الخير. يعني المواطن السوري عندما خرج في ثورته كان يعلم حقيقه ان مشكلته هي مع نظام دكتاتوري ونظام لا يرعى القوانين اي رعايه، وبالتالي ليست المشكله هي مشكله الدستور. يعني النظام لطالما عطل العمل بالدستور هو ومن قبله ابيه، وكانت سوريا تخضع لما يعرف بقانون احكام الطوارئ. اذا النظام السوري يتجاوز الدساتير كلها، ونعلم انه عندما استلم بشار الاسد الحكم ايضا تم تعديل الدستور وبفتره قصيره، يعني خلال بضع ساعات وبدون اي حاجه لاستفتاء شعبي. اذا بدايه المواطن السوري لا يشعر بمشكلته مع القوانين، وانما مشكلته مع الفئه التي لا تقبل أن تطبق القوانين، وهي الفئة التي تحكم سوريا منذ فترتين، فترة الأسد الأب وفترة الأسد الأبن. هذا من جانب. المشكلة الأخرى أن الأمم المتحدة عندما أقرت ما يعرف بالقرار 2254 كانت تقول في بداية الأمر أنه سيكون هناك هيئة حكم انتقالي. هذه الهيئة الحكم ستأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي هي من ستشكل بقرار من عندها اللجنة الدستورية، وهي التي ستدعو إلى ما يعرف بالاستفتاء على مسودة الدستور، وهي التي ستشكل لجنة للانتخابات، ومن ثم سيكون هناك انتخابات. الآن من الذي سيقوم بكل هذه الصلاحيات؟ هل هو بشار الأسد الذي سيشكل لجنة دستورية؟ إذا كانت المشكلة ليست في وجود دستور، كون النظام يتجاوز على أي دستور حتى الدستور القائم، يعني إذا تشكيل اللجنة ليس له شعبية في الشارع السوري. يعني من وجهة نظرك، ما الشرعية التي يستند عليها وفد المعارضة؟ وفد المعارضة يعني على ماذا يبني لا أدري، ولكن برأيي هو يحاول أن يقول أن الأمم المتحدة هي التي سترعى اللجنة الدستورية، الأمم المتحدة هي التي سترعى عملية الاستفتاء، وبالتالي الأمم المتحدة هي التي سترعى العملية الانتخابية لاحقا. كل هذا يعني لي أنه يجب أن يكون هناك قرارات أممية لا تصوت عليها بالفيتو روسيا، تقر اللجنة الدستورية. لا تستطيع الآن أن نقول أن اللجنة الدستورية أصبحت بأمر الواقع وبدون أي مرجعية قانونية. يجب أن يكون هناك الآن قرار أممي من الأمم المتحدة يسمي اللجنة الدستورية، وبعد ذلك يكون هناك قرار أيضا أممي من الأمم المتحدة يدعو إلى الاستفتاء على هذا الدستور وبرعاية أممية، وفي النهاية يكون هناك أيضا قرار أممي جديد يدعو إلى تشكيل لجنة انتخابية ومراقبة الانتخابات يعني العملية الانتخابية. الآن كل هذا لا يوجد أي ضمانات بهذا الاتجاه، ونستطيع أن نقول أن روسيا تستطيع أن تفرض الفيتو في أي لحظة، وبالتالي تريد روسيا أن تقول أن بشار الأسد هو الذي سيصدر قرار بتشكيل اللجنة الدستورية، وهو الذي سيصدر قرار بإجراء استفتاء شعبي، وبالتالي يعود لبشار الأسد مشروعية من قبل ما يعرف الأمم المتحدة وقبولها بأن يشكل بشار الأسد لجنة. كيف تنظر أستاذ ياسر النجار إلى روح الثورة السورية؟ يعني التظاهرات لم تقف عند يعني رفع الشرعية عن اللجنة الدستورية، بل خرجت ضد النظام وخرجت أيضا ضد إيران. يعني إلى أي مدى ترى أن روح الثورة بدأت ربما تدب من جديد في جسد الشعب؟ يعني أنا بتصوري الشعب السوري يعلم بشكل دقيق ماذا يريد، وهذا ما وجدناه الآن في المناطق التي وقعت تحت سيطرة النظام. نستطيع أن نقول أن المواطن السوري في مدينة درعا الآن يغلي، وهناك يعني جمر تحت الرماد. أيضا نستطيع أن نقول أن إدلب عطية ستكون على النظام ضمن أي خيار غير خيار الانتقال السياسي. أما على مستوى النظام نفسه فهو لديه مشاكل كبيرة، لديه مشاكل أمنية ولديه مشاكل اقتصادية ولديه مشاكل أنه لا يستطيع أن يسوس البلاد كما يريد، بل كما تريد إيران أو كما تريد روسيا، وبالتالي أصبح هناك حالة لا نظام. ولكن نستطيع أن نقول أن النظام لا يزال يعتمد على روسيا وإيران لتمكينه من جديد. أما الشعب السوري فلا يملك خيار إلا أن يعتمد على نفسه من أجل أن يصل إلى ما يريده من حرية ومن عدالة. رغم هذه الاعتراضات والتظاهرات، يعني النظام السوري يعني قالت إن أول جلسة للجنة الدستورية ستعقد أواخر الشهر المقبل،
إلى أي مدى ترى أنها ربما محاولة لتصفية القضية برأيك؟ يعني بتصوري النظام لديه الآن كما ذكرت ابتداءً يريد أن يكون هو من يعطي المشروعية للجنة السورية، هذا واحد. تصريحات المعلم كانت واضحة أنه لا، يعني هناك مساران مختلفان، ستستمر العملية العسكرية بالإضافة إلى عملية سياسية أو اللجنة الدستورية. أيضا لنقولها بصراحة، النظام السوري لديه مشكلة حقيقية في عملية يعني المماطلة. نستطيع أن نقول منذ بداية مسار جنيف وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي تقدم ملموس في مسيرة الحل السياسي، وتصريحات بشار الأسد أو حتى جميل يعني المعلم يقول أنه سنغرقهم بالتفاصيل. إذن يستطيع أن يماطل. نعم. اللجنة التي استغرقت سنتين من أجل تشكيل أسماء يستطيع أن يماطل فيها بضع سنوات أخرى. عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، نشكرك شكرا جزيلا.